الشعور ديالك اليوم المتحدث احسن فرحه في حياتي شفتها احسن هذا الشيء هذا واعر زايد بزاف. شنو السر ديالك تجاه اللعابه؟ اللعابه الله يقويهم الله يكرمهم ان شاء الله احسن لاعب صراحه. شنو الشعور ديالك اليوم المنتخب كينتصر على بلجيكا؟ الشعور الله يوصف صراحه بين الناخب الوطني على الحنكه ديالو وحتى اللعابه كانوا لعبوا بواحد الروح وطنيه تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم. بالنسبه لك شنو السر ديالك تجاه اللعابه؟ صراحه هذاك الشيء كان في المستوى ما كناش متوقعين هذا المغرب يلعب بهذه الطريقه هذه ولكن داكشي كان المستوى كنستحقوا الفوز ان شاء الله نصف النهائي. شنو السؤال ديالك تجاه اللعبه شنو كتقول لهم؟ يبقاو على هذا الرسم هذا ان شاء الله وغنوصلوا ان شاء الله حتى فينا ان شاء الله. كيف جاك بارتي اليوم؟ بارتي مضخم المغاربه معروفين واعرين في اي حاجه ماشي غير في هذا الشيء. شنو السؤال ديالك اللعابه اليوم تقاتلوا حق انتصار؟ برافو لهم الخوا يستاهلوا كل خير ان شاء الله في المونديال وفي كيبوس ديالهم وفي النوادي ديالهم فيفا. بالنسبه لي ما يقدر علينا حتى شي واحد الروج ولا ما يقدر علينا حتى شي واحد عندنا ملاعبيه وعندنا مدربين الله يعطيه الصحه بلا ما نقول لك هذا العام غنعملوا شي حاجه ان شاء الله. سينما هاك سينما مخناق كما تشاهدون من وراء فرحة الجماهير المغربية بهذا الانتصار الغالي والثمين من أمام المنتخب البلجيكي فرحة عارمة وسط الجماهير المغربية التي حجت بقوة وبكثرة لمساندة وتشجيع المنتخب الوطني. المنتخب المغربي أبى أن يكون عريس الليلة وأبت كتيبة وليد الركراكي أن تكسر أنياب العملاق البلجيكي وتحقق انتصارا غاليا وثمينا. كل فرح ومبتهج بهذا الانتصار الحمد لله على هذا الانتصار وسعيدون جدا أن رفاق زياج حققوا انتصارا غاليا ومهما سيدفع بهم إلى التقدم نحو الأدوار المقبلة من المونديال. محمد بن موسى سفيا العشاب طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.